السلام عليكم، معكم كابتن رامي. بعد ما شفنا الفيديو هذا شفنا كيف حجر الدومينو الصغير، تمام، وقع حجر دومينو ضخم جدا بحجم عمارة، صح ولا صح؟ مين اللي وقع حجر الدومينو الضخم؟ هل الحجر اللي قبله ولا هذا؟ هذا اللي وقع وصار سلسلة. فبالتالي ما حد يقول لي انا لا استطيع، انا شو، مين انا، شو راح ممكن اثر انا وشو ممكن اغير في الدنيا هاي؟ لا، انت ممكن تغير. الاسلام بدا بشخص واحد عليه الصلاه والسلام. اي مصيبه في الدين صارت برضه بلشت بشخص واحد، ابليس اللعين، تمام، ساس البلاء وساس الشر. فبالتالي احنا كافراد ممكن نغير مجتمع. فعشان هيك كفكره، اذا في عندنا فكره هسه مثلا في ممكن تغير المجتمع وتحسن، يعني ولو بشكل جيد في الوقت الحالي، اسمها صناعة التسويق الشبكي. كثير ناس بيصيبها حساسية تعجز عن كل مضادات الهستامين. ما بعرف ليش الناس عندها لسه فكرة سيئة عن التهاي، مع انه الناس عندها فكرة سيئة عن كل شيء اخر في حياتنا. بلشت الموبايلات، كان ناس عندها فكرة سيئة، التليفونات، الاجهزة الذكية، الاجهزة الغبية، الموبايلات اللي فيها صورة، تليفون اللي فيها كاميرا، الانترنت. حتى امريكا كانت تحارب الفيسبوك وتحارب التيك توك وتحارب البرامج التواصل كله، لانه في النهايه كحكومات، كاقتصاد عالم، في له هوامير، في له مافيا، في له ناس مسيطره، لازم يكون تحت سيطرتها، تحت قوانينها، تحت تحكمها، عشان تقدر تتحكم فيه. ولا شو اسمها دوله ولا مؤسسه اذا ما كانت لها السلطه، ما تحكمت، سواء التحكم صح ولا التحكم غلط، اسمها تحكم، سلطة. السلطة على ايش بالضبط؟ فبالتالي بيكون في، فعشان هيك في امريكا مثلا واوروبا وهذه بلشت التسويق الشبكي ينتشر انتشار رائع. ليش بلش يحطوا له قوانين؟ عشان يحموا الناس كمان من السلبية ومن المشاكل، من الناس اللي هي الشركات الوهمية، وكل واحد يدعي. مش كل واحد عمل مطعم مندي صار مطعم مندي، مش كل واحد عمل كنافة نابلسية صار فعلا كنافة نابلسية، ولا كل واحد عمل سوشي أصبح فعلا حقا سوشي. في فرق بين الاسم وبين، فبالتالي هسه احنا في الاقتصاد، التسويق الشبكي كأفراد كافي انه يغير يعني حال كثيرين. اقتصاد كل واحد بقول لك انا بس يتغير العالم انا بتغير، بس مش عارف كيف انا بسوي، بس تحسن الاقتصاد انا بتحرك. مين سأل فيك؟ زي ما قال جاك ما، لما يتحسن الاقتصاد انت مين؟ ما لكش فرصة اصلا. احنا هدف التسويق الشبكي كمنتجات وخدمات حقيقية مش وهمية وحاجات اللي انتم بتعرفوها، لا، موضوع مختلف تماما عن كل شيء انتم بتعرفوه. وانا بحكي عن خبرة وعن ثقة. منتج بتتحرك من هون لهون. تحرك المنتج من مخزن الشركة إلى طاولة العميل، تمام؟ أصبح فيه هامش ربح، أصبح فيه حركة تجارية، صفقة تجارية، أصبح فيه ربح. الربح هذا بده يتوزع، جزء بده يروح لصاحب الشركة، جزء بيروح كدعايات مصاريف وهاي، وجزء بيروح كمان كأرباح لا اللي سوق، اللي هو المسوق الشبكي، اللي كان هو السبب إنه انتقل المنتج من هون لهون. فبالتالي التسويق الشبكي بيساعد الاقتصاد، تمام، بحرك، لانه حركه صغيره كافيه تعمل حاجات كثير. انا مثلا شريت هذا بدرهم، الدرهم هاي وين بده يروح؟ بده يروح لراعي المحل، باع كمان درهم، درهمين، ثلاثه، الدراهم هاي وين بده يروح؟ بده يخللها، يعملها مخلل، مش بده يحطها في الاقتصاد، يدفع فيها فاتوره، يدفع فيها شغله، هاي الخمسه عشره اللي باع فيها بدها تروح مكان، هذه بدها يشتري فيها شغله، هذه بده يروح لمكان الثالث، بده يشتري فيها لحمه، تاع اللحمه بده يودعها في البنك، بالبنك بده يعطيها كقرض لهذه، هذاك بده يعطيها، فراح تدور، راح تدور في النهاية، راح توصل لي بشكل او باخر، تمام. ما حد يقول انا هسه الحمد لله مش انا مكتفي، ما بدي لا تسويق ولا خامبين ولا لي علاقه في كل هالكلام هذا، ولا بدي احسن الاقتصاد، ولا بدي افكر في حدا غيري. طيب، متاخرتك راح اخذتك الخير هذا راح يوصلك، زي ما الشر وصلك. ياما حاجات افكار بسيطه بلشت، تمام، في المجتمع ونخرط في العظم، لانه واحد بقول لك انا ماليش، انا بعيد عن الموضوع، لفت 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 كبرات وصلت لعندك، صارت مصيبه كبيره. يا مصايب في حياتنا بلشت من حاجات بسيطة جدا. فهي هي. فبالتالي الاقتصاد يعني كصناعة، صناعة عالمية لها أساس، لها قوانين، تمام، الناس كثير ما بتعرف عنها، لسه الدول ما حطوش قوانين. عندنا دولنا العربية إلا قليل، دبي حاطة في قوانين في هاي، بس لسه إلها يعني خلال الفترة البسيطة زي النار في الهشيم راح تنتشر، تمام، زي النار في الهشيم.
زي السيستم التسويق الالكتروني، الشبكات اللي هي برامج التواصل الاجتماعي، المؤثرين، الحاجات كلها هي انتشرت زي النار في الهشيم. تسويق الشبكه الان عم بتنتشر زي النار في الهشيم في العالم، لانه عم بقدم حلول، بقدم حلول للمجتمع، حاجات بسيطه للناس، الناس العاديه ما بيشوفوهاش. بكره هاي الحاجه البسيطه بصير بدل ما ابيع علبه بصير ابيع كرتوني، ابيع اكثر من كرتوني، تمام؟ فالحب يعرف اكثر عن تسويق الشبكي ويتعلم الصناعه هاي ويساعد غيره، تمام؟ يتواصل معنا، والسلام عليكم ورحمه الله. وتذكر حجر الدومينو هو اللي نزل العماره هذيك. يعطيكم العافيه.